خلاص، يبقى انت هنا عشان تربط الدخل اللي جاي من الطاقه الشمسيه مع الدخل اللي جاي من شركه الكهرباء بتستخدم جهاز اسمه ايه؟ اي تي اس، اوتوماتيك ترانسفير سويتش. نفس الجهاز ده هو اللي مستخدم في عمليه ربط الكهرباء اللي جايه من المحول اللي هي النورمال مع الكهرباء اللي جايه من الجنريتور لو انت عندك جنريتور في المشروع. خلاص؟ طيب. ارجع لمين؟ للسبيكس بتاعت الانفرتر عشان نحاول ننجز. يبقى الانفرتر فيه تو سيكشن، وبالتالي الداتا شيت برضه فصلان، هيقول لك الناحيه بتاعت الدي سي والناحيه بتاعت الاي سي. خلاص؟ تعال نقرا السبيكس. يبقى سنجل فيز مستخدم فين غالبا؟ في الريزيدنشال بيلدنج، المباني السكنيه والحاجات اللي بيبقى الحمل بتاعها صغير. يعني هتلاقي مثلا المبنى كله في السنجل فيز عايز 2 كيلو 3 كيلو 5 10 كيلو سنجل فيز، تمام؟ في حاجات اعلى من كده، تمام؟ بس ما بنستخدمهاش كتير، فانت هتلاقي مثلا هنا ايه؟ ادي اول حاجه يقول لك ده 2 كيلو او 3 كيلو او كيلو ونص، تمام؟ او 5 كيلو. حلو، تعال نقرا وانت ابدا طلع لي ملاحظات على الكلام ده بناء على الشرح اللي شرحته. كل اللي هتشوفه ده عباره عن باور وفولتج وكارنت واي سي ودي سي. اقرا كده ومزج وقول ملاحظات وفسر لي الكلام. الفورمه دي اختها بعديها بشويه، شايف الانفرتر ده بتاع اس ام اي بس على 3 فيز، وزي ما قلنا كده 3 فيز انفرتر ديزاين تو فاتل الريكويرمنت بتاعت الجريد، انت متصل بالجريد، تمام؟ وده معناه ان انا بعمل نت ميترنج اللي هو بالسمارت ميتر. نت ميترنج قراءه، تمام، دقيقه للي رايح واللي جاي، لان احنا بقي عندنا سمارت ميتر تو واي. حلو، نفس الكلام اللي هناك اهو قاسم بيه لاي سي ودي سي، هتلاقي نفس الكلام بس الاختلاف ان ده سنجل فيس وثري فيس. انا حبيت اقرب لك الاثنين قبل ما ايه، قبل ما تشرح. طبعا السلايد دي هتحل مشكله معانا في حته كده هسال عليها دلوقتي حلها في النسبه دي، اللي هي هو انا لما احول كهرباء دي سي هحولها لاي سي، هل الكهرباء الدي سي لو انا حولت كيلو دي سي هقدر اخده كيلو اي سي؟ السؤال ده مهم جدا. صح، يعني اي حد المفروض يقول لك الكونفرجن نفسه ده مش بص، خلي بالك احنا قلنا اللوسز نوع من انواع الوثائق لما باجي ادخل في الماتيريال بتاعت المكونات فيها ملفات ومش عارف ايه، ولما بحول من صيغه لصيغه. اما هنا نسبه الكونفرجن وقدرتك على اداء المهمه، انا اديت لك مهمه قلت لك انت هتذاكر الكتاب ده واعمل لك امتحان، انت جبت 90 والراجل ده جاب 70، يبقى انت افضل بالنسبه لي. فانا دخلت لك دي سي، كل ما يكون الجهاز من جوه الناس بتاعت الالكترونيات في ترانزستورز، في مش عارف فلترز، في مش عارف ايه، يقدر يطلع السايت. ما انت ممكن تطلع سنجل فيز متكسره كده، تركب لها دايره مش عارف مكثفات، تعمل لك فلترنج، تركبها فولتج ريجوليتور، تمام؟ يعمل لك ريجوليشن للفولتج وينظم لك الجهد. فكل وده ديبند على مين؟ ده ديبند على الكوست، على الفلوس. ما انت رحت تشتري انفرتر مثلا سي ب 1000 ريال، وممكن تشتري انفرتر نفس القدره ده ب 2000 و3 و5 و10. يبقى ايه فرق الشركه دي من الشركه دي؟ الكواليتي في الاخر. احنا قلنا لازم يطلع عندي بيور ساين ويف وسنكرونايزد مع الشبكه والامبليتيود زي الامبليتيود والمش عارف التردد مع التردد. خلاص خلصناها الحته دي. الحته دي هتحل المشكله. بص فيها كويس السلايد دي او اللي فاتت، هي دي الشكل ده هتلاقيه دايما داخل برنامج البي بي سيستم. ايه البرامج اللي احنا بنستخدمها في الديزاين؟ انا هقول عليهم بس ده مش السكوب بتاعي في الكورس عشان ما حدش يقول لي اشرح لي البرنامج اللي احنا بنصمم بيه، تمام؟ ده قصه ثانيه، تمام؟ احنا بنستخدم كذا حاجه، بنستخدم حاجه بيسموها بي بي سيستم، اس واي اس تي، بي بي سيستم. البرنامج الاكثر شمولا، ولو عايز تدخل وتبقى استاذ في عمليات الربط، وده اللي انا بستخدمه والناس بتستخدمه في الكونكشن، وده اللي سعره عالي، برنامج اسمه هومر. هومر اتش او ام اي ار، هومر ده البرنامج ده، يعني البي بي سيست الناس اللي بتستخدمه بره في الريزيدنشال شويه، يعني ايه واحد عايز يعمل باركينج بيستخدم البي بي سيست وطلع لك الريبورت في البي بي سيست. عايز تدخل بقى في مشاكل الربط بين الانفرتر ده والشبكه وتحل مشاكل ويبقى في كذا اوبشن قدامك، برنامج اسمه ايه؟ هومر اتش او ام اي ار، دي البرامج اللي احنا بنستخدمها في الشبكات. طبعا في برنامج بيستخدموه الناس اللي هم ايه؟ المعماريين او الانشائيين، لما بيجي يعمل ستيل ستراكشر بتاع اللوح هو احنا بنفهم شويه فيه بس هو المفروض انشائي.
لان بتدخل فيه سرعه الرياح والبولت اللي هو المسامير اللي بيربط بيها والستيل ستراكشر محكوم ازاي ومتثبت القاعده الخرسانيه ازاي. المفروض فيه مهندس سيفل، مهندس مدني او انجينير يعني، وفيه مهندس معماري في المشروع معاك. بس انت برضو عشان اسمك مهندس ده عشان تفهم الموضوع لو انت بتشتغل في الاريا بتاعت ايه المشاريع الصغيره. اما لو مشروع كبير لازم الاربع مهندسين موجودين حتى المعماري كمان. تمام، معماري انشائي، تمام، ميكانيكا، كهرباء، انت بتبقى بارت من الناس دي، انت بتبقى اهم واحد في الطاقه الشمسيه. تمام، بس لازم الناس الباقيه دي بتركب مثلا نظام اريجيشن، نظام ري، ممكن يبقى معاك في مشروع كبير مهندس ري ومعاك مهندس الميكانيكا لان هو اللي بيتعامل مع البامب والمضخه كام والهيد بتاعها كام والسحب بتاع المايه اللي هنسحبه من البير كام وشويه حاجات كده ايه كتيره لازم هو يبقى فاهم معاك. وشو البرنامج؟ هومر الانشائي هو هذا اللي هومر؟ سكتش اب، سكتش اب البرنامج اللي انت معروف ده جدا مع الناس بتوع عماره. سكتش اب ده اللي بترسم بيه الستري ستراكشر وتعمل بيه واجهات وتعمل بيه، هو مش مستخدم في الطاقه الشمسيه بس، مستخدم في كذا حاجه، اسمه سكتش اب. تمام،